ويمكن الجزئية المهمة مع تتويج الأهلي ببطولة الدوري بدأت قضية المكافآت وأفريقيا والجوائز تبقى حديث الناس يا باشمهندس. لا أنا عايز أوسعها أكتر من كده. آه يعني إحنا عشنا الشهر الماضي ده بعض الأحداث اللي ضايقتنا على المستوى، أنا ضايقتني على المستوى الشخصي لأن أنا راجل بحب بلدي وبغير عليها وعلى نجاحاتها. أي فلما تلاقي إن في أبطال بيفضلوا إنه يهربوا من البلد ويتجنسوا أو يشتكوا من الأوضاع بتاعتهم وكل الحديث عن تغيير اللوائح. مطلوب التغيير والتطوير، لكن هو انت بتطبق القديم وبعدين بتدور انك تغير القديم ده حتى القائم لا تطبقه. يعني انا كنت في النادي الاهلي وكنا بنناقش بعض الامور واكتشفت ان النادي الاهلي له مبالغ طائله لدى الوزاره، وزاره الشباب والرياضه والمديريه. تتمثل في ايه؟ تتمثل ان اللوائح يعني مش الاعراف، اللوائح الماليه للوزاره يا استاذ ابراهيم بتنص ان اللي يلعب في افريقيا له مبالغ واللي يحقق بطولات له مبالغ. طلبت يعني ان انا احصل عليها مجمعه واكتشفت ان هناك خطاب قد ذهب الى الوزاره بناء على كان وعد من الوزاره بصرف مكافآت معينه. اللي فجر الموضوع كمان كده ان في تنس الطاوله وبتاع، وتبلغوا الاولاد انكم لو حققتوا النتائج ليكم مكافآت لدى الوزاره بخلاف مكافآت النادي وما تستحقونه. والنادي جمع هذا الكلام وبعته للوزاره، ولكن حتى الان لم يتم صرف شيء. فابتدى النادي يدور، اكتشفنا ان زمل انت التجميع اللي عندك هتكتشف من سنين اتجمع. احنا هنا لا النادي بيطلب دعم ولا بيطلب منحه ولا بيطلب تفضل، ده بيطلب تطبيق اللوائح القائمه واللي بمقتضاها يستحق النادي هذه، نتيجه انه كمان في يعني وعد من الوزاره تم ابلاغ اللعيبه بيها ومنتظرين هذه المكافآت، وتم ارسال خطاب للوزاره. نامل من سياده الوزير بس نتابع هذا الامر والاسراع، والا المصداقيه بتاعت ناس كتير يعني مش عايزين نقول هتهتز. انت لما تيجي ما هو مش بس المصداقيه وحقوق بتروح، يعني الحقيقه محتاجين. واعتقد هي مساله بس ايه، هل تكاسل او يعني ذؤاب العصايه ولا مش عارف ايه يعني. طيب عموما هي اللائحه اللي المهندس عادل بيشير اليها ديت كانت لائحه خاصه بمكافئات الرياضيين المجيدين، ودي كانت طبقا لقرار وزير الدوله لشؤون الرياضه رقم 338 لسنه 2013 صادر بتاريخ 2/4/2013، وفي عده مواد، ونشرت هذه اللائحه وقتها وفقا لكل الاسانيد القانونيه بتاعتها، وحددت كل البطولات والحوافز وفقا للبطوله المتحققه سواء للمنتخب او للنادي، ونصت يمكن حتى المساواه في مبالغ التكريم بين الابطال الرياضيين بالمنتخبات القوميه والبارالمبيه والابطال الرياضيين من الاسواق بالمنتخبات، وايضا للانديه التي تحقق بطولات. عايز اقول لكم انه بموجب اللائحه، والمهندس عدلي بيشير الى ان انت لا انت محتاج منحه ولا هبه ولا محتاج دعم ولا تبرع ولا حاجة، انت بتقول انه مفيش تفرقة بين كل من يمثل مصر خارجيا في افضل تمثيل وكل من يحقق بطولة تدعم قيمة الرياضة المصرية وتعلي من شأنها وتسعد الجماهير، هي دي فلسفة الرياضة في العموم. فانا ما عنديش فرق حقيقي بين انك انت بطل رياضي بتحقق ده وانت بتلعب في النادي، او انت بتحقق ده وانت بتلعب في المنتخب، خاصة انه بين الاثنين امور كتيرة مشتركة يعني في معظم الالعاب. خاصة ان الوزارة اعترفت ان ده النصر سيضيف الى مصر، فقالت بلغوا الولاد ان ليكم كفاءة لو ربنا كرمكم. قبل البطولة الأخيرة. فعشان كده بس احنا بنذكر انه في الفترة ديت يا جماعة بطولات الأهلي الجماعية حتى من 2018 ل 2023 في كرة القدم دي البطولات المستحقة
مكافآت لهؤلاء الأبطال اللي حققوها. في كرة القدم دوري أبطال أفريقيا موسم 19-20، وكأس السوبر الأفريقي موسم 19-20، دوري أبطال أفريقيا 2021، السوبر الأفريقي 2021، دوري أبطال أفريقيا 22-23، الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2021، الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2022. يعني 7 بطولات في كرة القدم من 2018 ل 2023 يستحق عليها الأهلي صرف يعني مكافآت. لا لو تذكر أيام الكابتن طاهر أبو زيد قال لك أنا مش ملزم، ما فيش لائحة. لا كان فيها لائحة بتاعت المهندس حسن صقر. ما هو يبقى أنت ما حطيتش كمان 2013. ما انت ما هي دي اللي ما رضاش يصرفها لك. ايوه هو اول واحد قال لك ما فيش لائحه، تكتشف ان في لائحه. في كرة اليد خلال نفس الفترة من 18 ل 23 4 بطولات يستحق عليهم الاهلي صرف مكافآت. بطولة افريقيا ابطال الكؤوس موسم 17-18، وبطولة افريقيا ابطال الكاس ايضا موسم 20-21، وبطولة السوبر الافريقي موسم 21-22، وبطولة السوبر الأفريقي موسم 22-23. 4 بطولات في كرة اليد و7 بطولات في كرة القدم. انت هتلاقي في كرة الطايرة بقى حدث ولا حرج. في كرة السلة الأهلي فاز بالبطولة العربية موسم 2021-2022، وفاز بالبطولة الأفريقية للأندية اللي هي البال موسم 22-23. في الكرة الطايرة زي ما المهندس عادل بيقول فقط للرجال في 5 بطولات. البطولة الأفريقية للأندية موسم 17-18، البطولة الأفريقية للأندية موسم 18-19، والبطولة العربية 19-20، والبطولة الأفريقية للأندية 21-22، والبطولة العربية أيضا للأندية 22-23. في الكرة الطايرة للسيدات البطولة الأفريقية 17-18، والبطولة العربية 17-18، والبطولة الأفريقية 18-19. إذن كمان 8 بطولات في كرة اليد رجال وسيدات. والألعاب الفردية ما فيش. والألعاب الفردية مش ده هي تفجرت عشان تنس الطاولة. تفجرت. وتنس الطاولة طبعا كل البطولات ما أنا بقول لك أنت لو قعدت جمعت هتجد مبالغ طائلة. وما فيش مبرر لعدم صرفها. يعني أنت كافئ وإلا أنت عارف النتيجة. أنت عارف يا أستاذ إبراهيم هناك أصوات جادة داخل النادي الأهلي بتقول لك دلوقتي النشاط الرياضي بيصرف اكتر من 500 مليون جنيه او من 400 ل 500 مليون جنيه. كويس. هذا مبلغ مرعب مرعب. انت بتصرف على حوالي كام لعبه يا استاذ ابراهيم؟ 13 لعبه ولا 14 لعبة؟ لا يمكن 19 لعبه. والله في اصوات دلوقتي داخل الجمعيه العموميه بتنادي طب وليه بالتقليص قلص الالعاب بقى، وفي العاب مش هتدخل لك خردله، يبقى بتبعت للوزاره الميزانيه بتاعتها عايزين نكمل ولا تاخدوها. ايوه يعني لان طبعا مش هتقدر تواصل الصرف الصرف والقيام بهذا التميز. ايوه وتقديم لمنتخب مصر هؤلاء المتميزين من غير دعم من غير توفير امكانيات بلا 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 مقابل الى متى؟ ايوه محدش يقول الرعايه، الرعايه دي 500 الرعايه دي هم ال 500 دول بيروحوا على النشاط الرياضي. ايه رايك بقى؟